أمرك يا سيدي، تريد مثقالا صغيرا أم كبيرا؟ ولكن ليس معك شيء تأخذ فيه، هل أحضر لك إناء وأضيء؟ أمرك يا سيدي، تريد مثقالا صغيرا أم كبيرا؟ ولكن ليس معك شيء تأخذ فيه، هل أحضر لك إناء وأضيف ثمنه على الحساب؟ المثقال الصغير بدرهم، والإناء بنصف درهم، الحساب درهم ونصف. تمضي طوال النهار، هذا بدرهم وذاك بنصف. أكل العيش يا سيدي. أريد كمية كبيرة من العسل. مثقالا كبيرا؟ أكبر. أكبر من ذلك، ولكن لا يوجد سوى قدرة كاملة، ولكنها كثيرة عليك. كثيرة؟ كم قدرة لديك في المحل؟ نعم، كل ما هو موجود. وما شأنك؟ هل أنت جاب الضرائب الجديد؟ جابي؟ أعوذ بالله يا رجل. هل تفتح دكانا للعسل بدل من تجارة الحصير؟ شيء مثل هذا. إن كنت تريد كل العسل في دكاني فلا مانع عندي، وسأعمل لك تخفيضا مناسبا وأنت حر. بكم كل العسل؟ نقول 500 دينار. هاهي. ماذا سيفعل بكل هذا المال؟ وما شأني أنا؟ أريد دقيق بعنا كل ما في الدكان. أظن أن انغماسك في الشعر قد أنساك السوق ومؤامراته. لو نسيت السوق وما فيه لما نسيت أبي. لقد أذهلتني حقا، لأنك تعرف كل شيء، بل من النقود التي دفعها عمرو لأذنابه حتى استدراجهم لجاسر. ثق من كلامي يا أبي، فمصدري في دار عمرو لا يكذب علي أبدا. إذن فقد ابتلعوا الطعم وأصبحوا واثقين من خيانة جاسر لي. والأخطر من هذا يا أبي أنهم سيستخدمون جاسرا للشهادة ضدك أمام الخليفة المأمون. تعال يا شيماء، ماذا وراءك؟ سعيد حبل ومعه التجار. لماذا أرسلت لنا يا عبد الملك؟ افصح لهم يا سعيد. هذا بيان بالمال الذي تسلمه كل منهم من ابي حصين حتى يجمعوا الملح والعسل والدقيق من السوق. كل تاجر تسلم 10,000 دينار. تسلمتم انتم فقط 100,000 دينار يا فئران السوق؟ أرسلت لنا لتهيننا يا عبد الملك؟ ما الثمن الذي حدده لكم الثعلب العجوز؟ نصف الأرباح لكل منهم عندما يتم احتكار السوق ويأذن لهم ابن بانة بالبيع بالسعر الذي يحدده لهم طبعا. ما رأيكم؟ لو منحتكم الآن 100,000 دينار خالصة مني. هي هبة لا ترد يا سيد السوق؟ دون الحاجة للعبة خسيسة كتلك التي كان سيورطكم فيها الثعلب العجوز. ألا تعرفون أن احتكار السوق يعتبر خطرا على أمن البلاد؟ وأن المأمون لو علم بذلك لقطع رقابكم؟ إنكم تستحقون الوقوف بين يدي سياف المأمون
لأنكم تآمرتم على رعيته. لكنني سأتستر عليكم وأكتم سر جريمتكم على مسؤوليتي، ولكن بشرط. ما هو يا سيدي؟ أولا أن يحتفظ كل منكم بالمال الذي تسلمه من أبي حصين، واعتبروه هدية مني أنا إليكم. وإذا طالبنا أو أبلغ صاحب الشرطة ووجدنا أنفسنا أمام القاضي؟ لن يجرؤ على ذلك، لن يجرؤ على أن يطالبكم بدينار واحد حتى لا تفضحوا جريمته، حتى ولو كنتم قد كتبتم على أنفسكم سكوكا بالمبالغ التي تسلمتموها. ما رأيكم في هذا العطاء الذي منحته لكم أمام جريمة تستحقون عليها الموت؟ ولكن سأتستر عليكم بشرط بسيط جدا. وما هو يا سيدي؟ هذه إقرارات باسم كل واحد منكم توقعون عليها، تعترفون فيها بما كان سيورطكم فيه ابن بانا وأبو حصين. لن نوقع على شيء، لن نسلم أعناقنا بأيدينا. حسنا. إذا أنا مضطر لإبلاغ قصر المأمون. جميل. مصر على الذهاب لدار ابن بانا؟ بل مصر على رؤية فريدة. لا أدري لماذا أشعر أن نهايتك لقدر الله ستكون على يد فريدتك هذه. إنها تضحي بحياتها من أجلي ومن أجل أبي يا شيماء، فليس كثيرا عليها أن أبذل ما في وسعي لأراها. هل تعرفين؟ بالأمس أرسلت لي مع مرجانة رسالة عند إبراهيم الصولي تبلغني فيها تحذيرا من الفضل بن مروان. حاجب المعتصم ولي العهد؟ نعم هو. ولينا؟ إنه صديق قديم لعمر. هو مسرة الفضل بأبيك. إنه لن يتردد في معاونة عمر للقضاء على آل الزيات. شيماء، أكملي تجهيز ملابسي حتى أرى أباك. بني، اشكر لي فريدتك يا بني. وما شأن فريدة بما حدثتك به الآن؟ لأني واثق من أنها مصدرك، وأعلم أنك لا تحب أن تقول. أنت زيات على حق يا أبي. إن تحذيرها قد نبهني إلى خطر كنت غافلا عن مصدره، لأن كل تركيزي كان منصبا على عمرو وأبي حصين وأذنابه، ولكن فريدة قد فتحت عيني على أبعد من مرمى البصر، وكنت قد نسيت أن في قصر المعتصم يوجد ثعبان سام اسمه الفضل، وهو من أخلص خلصاء عمرو. صدقت يا أبي، صدقت والله، رغم أنني كنت أريد أن أدخل قصر المعتصم. ستدخله يا بني بعد أن أغلق لك جحر الثعبان الذي فيه، فلا تتعجل. إذن أستأذنك الآن يا أبي حتى أغير ملابسي، فأنا متعجل. هيا هيا.
بنيت فأبدعت. أبلغت أباك بتحذيري؟ وهو يبعث لك خالص شكره لأنك نبهته إلى خطر الفضل. أين الصولي؟ أنا لا أراه. إنه يختلي بعمر. قد قلت لك مرارا إني لا أرتاح لعلاقتك به. لماذا؟ إنه صديقي ولطالما ساعدني وهو مخلص. هو مخلص لنفسه. لا أفهم. إنه يقف معي كلما احتجت إليه. إنه يقدم كي يجني فيما بعد. ما معنى ذلك؟ الصولي ذكي وهو يتوقع صعود نجمك ذات يوم في سماء الخلافة. أنا على يقين من ذلك، لذا أنصحك بأن تحتفظ به قريبا منك. لكن لو صعد نجمه في سماء الخلافة كما تقول فسيضربني أول من يضرب انتقاما لأبيه. يا عمرو، محمد شاعر والشاعر لا يعرف الانتقام. المهم الآن، هل توصل شكواي إلى الخليفة؟ إن لم تكن مزورة مثل السابقة. لا، بل هي صحيحة، وتحقق من ذلك بنفسك. عبد الملك لص يحتكر السوق لكي يتحكم في أسعاره. ليس لصا فقط، إنه كبير اللصوص. لعنة الله عليكم يا لصوص. أتسبنا يا أبا حصين وأنت من وضع رقابنا تحت سيف المأمون بصفقتك المشبوهة؟ إذا ردوا إلى الرجل ماله لو كنتم شرفاء. مثلك لا يتحدث عن الشرف. دعكم مني نقود الرجل. هي ثمن توريطنا وإشرافنا على حافة الهلاك مع فكرة كادت تطيح برقابنا. لن يسكت عمرو على ضياع ماله. ليبلغ صاحب الشرطة أو حتى القاضي، حتى يفضح نفسه ويفضحك معه. ماذا أقول له وقد ضاعت دنانيره؟ قل له يفكر في صفقة أخرى ونحن جاهزون. طيب. وخرج يا سيدي وهو شبه مجنون. اذا فقد نفذ في اوهام ابي حصين امري. ما دام قد نال كل منهم 10,000 دينار. يا ليتني كنت منهم. يا وطني. الا تشبع؟ الحمد لله يا سيدي، اني امزح، ولكن 10,000. اذا اسرع لاعداد الفئران 10 لأصحابهم معي إلى دار خازن القصر ليكونوا شهودي الشرفاء. بل 9 يا سيدي، فجاسر ليس فأرا مثلهم، إنه قط. كيف أريه وجهي؟ وماذا أقول له؟ قل له الحقيقة. 100,000 يا ابنتي. أقول لعمر خسرت 100,000 بسببي. وما ذنبك؟ إذا كان الزيات هو الذي حرض التجار على إنكار ما أخذوه كما تقول. لو كان هو الذي حرضهم فهو معذور. ها؟ معذور؟ إنه يدافع عن نفسه. لقد أردت أنت وعمرنا الإيقاع به عند الخليفة، وكان هذا سيقضي عليه. هل تلومه لأنه دافع عن نفسه؟ إنك دائما تقولين الحقيقة، ولكن حقيقتك دائما مؤلمة يا ابنتي.
والحل لا يوجد سوى حل واحد، هو إيقاف هذا العداء الأحمق. منذ متى تحسب حسابا لابنتك يا رجل؟ لأني ربيتها على الشجاعة. وخفت من شجاعتها؟ بل أستفيد منها. فجئت تنصحني بمهادنة عبد الملك بعد كل ما فعله معي ومعك؟ أنسيت حكاية استعجاله لك على صكوك تافهة؟ إذا كنت غاضبا من أجل المال الذي ضاع منك فأنا لا تكن غبيا. أنا غاضب من نصيحتك الجبانة، ومالي سأعرف كيف أسترده. إذا استرد المال بالطريقة التي تراها، ودعنا ننسى الماضي. الماضي لا ينسى. هل أنسى أبي الذي مات خزيا بعد إفلاسه على يد الزيات؟ هل تظن يا أبا حصين أني دفنت الماضي واسترحت أو تناسيت؟ لا، له ماثل أمام عيني ليل نهار، وما سهرتي التي أعقدها في بهو بيتي إلا ملهاة أحاول بها أن أنسى آلامي. إني أهرب من صراخ الحزن بأعماقي إلى صراخ ضيوفي وضجيجهم، وأتوارى من أنات قلبي الجريح خلف أنات العود وهو يبكي بين يدي جاريتي، وهي سلاحي الفتاك الذي سأحقق به انتقامي. لكن عبد الملك لا يعشق جاريتك حتى تنتقم بها منه. لكن ابنه يعشقها. وكيف ستشيرها سلاحا في ظهر الفتى؟ سأجعله يحضر إلى داري وأحتفظ به رهينة في القبر حتى يدفع أبوه 100,000 التي حرض التجار الملعين على ابتلاعها مني. وإذا رفض عبد الملك أن يدفع؟ سأذبح ابنه بيدي. هل سمعت شيئا؟ لا، كنت أركز فيما تقوله. لا تكن مجنونا. أؤكد لك أني سمعت صوتا. لا أقصد، إنما على فكرة ذبح الفتى. يذبحه؟ كنت أقتله. لست معك في هذا الجنون. أنت حر، ولكن لو عرف الزيات بقرار هذا ستكون مسؤولا أمامي. لن أقف ضدك ولن أكون معك، أما إفشاء أسرارك فهذا ليس من طبعي. يجب أن أفعل شيئا لحماية محمد. أنت يا فريدة؟ ومن يفعل غيري؟ ألا تعرفين من هو عمرو؟ أعرفه أكثر منك، لكني لن أسمح له أن يمس شعرة من رأس الزيات حتى لو اضطررت إلى قتله بيدي. تقتلين من يا فريدة؟ هل سمعت شيئا؟ لا، كنت أراكز فيما تقوله. اخرجي عن وجهي يا جارية السوء. من الذي ستقتلينه بيديك؟ أي شخص يفكر في إيذاء محمد. حتى ولو كنت أنا؟ معرفتك بجوابي تغنيك عن ردي. ألا تخشين أن أقتلك جزاء وقاحتك؟ أعرف أنك قادر على قتلي، لكنك لن تفعل مهما بدر مني. وما الذي يمنعني عن قتلك الآن؟ سيدي ماذا تريدين؟ صاحب الشرطة. Thank you.
أين صاحب الشرطة؟ أنا لم أقل إنه حضر يا سيدي. إذن فماذا كنت تقصدين؟ كنت أقصد أنك لو قتلت فريدة فإن صاحب الشرطة لن يسكت، سوف يحبسك إن لم يقطع رقبتك. أنا الذي سأقطع رقبتك أيتها الملعونة. ما الذي يمنعني من قتلك الآن قبل الغد؟ حلمك الذي أعرفه أن أكون اليد التي تبطش بها بعبد الملك وولده، وشيء آخر. ما هو؟ أنك تحبني ولا تحتمل مرارة قلبك إن قتلتني. وها هي رقبتي، إن أصابعك تلتف حول عنقك الأفاعي، فاقتلني يا عمرو، اقتلني إن كنت تملك الشجاعة. قد أقتلك في لحظة غضب أفيقي. سيدي، ماذا تريدين؟ القاضي، القاضي يا سيدي. القاضي أحمد؟ إنه لم يحضر إلي أبدا، فما الذي أتى به؟ أين القاضي؟ لم أقل إنه حاضر. فلماذا ذكرت اسمه ثم هرولتي؟ لقد خفت أن أكمل فتركتك تكمل ما كنت فيه من خنق فريدة. تقولين لي بطريق خفي إنك شاهدة. أنا لم أشاهدك وأنت تخنق فريدة. فما حكاية القاضي؟ كنت أريد أن أقول لك إنك لو خنقت فريدة فإن القاضي سيحكم عليك بالموت، وحرام أن يموت سيدي العظيم مقابل جارية تافهة. إن عدت ثالثة قتلتك. لن أحضر إلا إذا حضر شخص مهم. مهما كان لا تحضري. ماذا تريد مرجانة؟ تريد أن تصرفني عن قتلك. ليتها تعلم ما أعلمه. وماذا تعلمين؟ إنك لا تستطيع. بل أستطيع يا فريدة، أستطيع. إنك مجنون، ومع ذلك فبقية من عقلك وقلبك تمنعك عني. أما أنا فلا شيء يمنعني عنك إذا مسست محمدا. تقتلينني من أجله يا فريدة؟ نعم. تقتلين الرجل الذي جعل منك أسطورة تطرب لسماعها بغداد؟ تقتلين رجلا يحبك من أجل فتى طائش كل همه أن يذيع شعره بين الناس عن طريق صوتك؟ الزيات لا يحبك حقيقة، بل يحب نجمه الصاعد فوق صوتك. لا، إنه يحبني كما أحبه، إنه الإنسان الوحيد الذي أشعرني أني إنسانة. لست مجرد ملامح جميل أو صوت جميل، إنما احترم كياني ووجودي، أحبني لنفسي، ولن أسمح لك أن تحرمني منه مهما كان الثمن. والحل؟ أن نلتقي في منتصف الطريق. أنا موافق.
ولكن كيف؟ الخليفة يا سيدي. حتى مرجانة تحبك وتضحي بنفسها من أجلك. لا أطلب منك أن تضحي بنفسك من أجلي، ولكن ببعض مالك. لست أفهم. أن تنسى 100,000 التي أخذها التجار وتريد أن تحصل عليها من الزيات. مرجانة اللعينة هي التي تقول لك كل أخباري. دع توافه الأمور واهتم بالجوهر. وما الجوهر؟ أن تفكر في طريق يجمعنا نحن الثلاثة، أنا وأنت والزيات، بلا خداع. أليس من الأفضل أن تهتم بتجارتك وتعلو بتفكيرك بدلا من أن تنتظر عطايا عمر أو غيره؟ هل لديك فكرة جاهزة؟ أبي لن يألو جهدا ولا فكرة. ولكنك بنت أبيك. الفضل حاجب المعتصم، صديقك كما هو صديق عمر، فلماذا لا تستفيد بتلك الصداقة؟ وكيف أستفيد منها؟ تجعله يسمح لك بتوريد العطور إلى قصر المعتصم مثلا، وكذلك إلى قصر المأمون، فجواريه يعشقن العطور. العطور وأدوات الزينة وملابس الجواري والستائر وحرير المخادع وكل ما يملأ قصر ولي العهد بهجة ومرحا. وأنت أبو المرح. وماذا سأستفيد من ذلك؟ علاوة على صداقتنا لك 5%، 10%، 6%، 7%. اتفقنا. هات يدك. هذه ايضا عربون اتفاق وستدعو لي. انا لا اتهم احدا بلا بينة يا سيدي الخازن، كما قلت لك في لقاء السابق، ولقد احضرت معي 10 من التجار ليعترفوا امامك بما حرضهم عليه هذا المغامر. تكلموا ولا تخافوا ولا تخشوا شيئا، فلقد اخذت لكم الامانة من سيد الخازن وسيعتبركم شهود عدل. تكلموا فلا جناح عليكم. من الذي حرضكم انتم وزملاءكم على شراء كل ما في السوق من الملح والدقيق والعسل والزيت لكي تحرموا رعية امير المؤمنين من القوت؟ ابن بانة. عمرو بن بانة خطط وابو حصين نفذ. لعنة الله على الاثنين. سامحنا سامحنا يا سيد الخازن، ابن بانة يفعل كل ذلك. وهؤلاء يا سيد الخازن لا اسميهم مجرمين بل ضحايا، وقد اعترفوا امامك. وليس هذا فقط. وماذا ايضا؟ كل من في السوق يا سيد الخازن يعرف انه ما زال على ولائه لابراهيم بن المهدي. اذا فهو حاقد على الخليفة لا عليك. حقد الخائن على الخليفة يا سيد الخازن طغى عليه فامتد الى كبير تجار الخلافة. لا عليك يا عبد الملك، خذ رجالك وعد الى السوق، وقبل ان تصل يكون الامر قد صدر. اذا كنت تقصد حرماننا من التعامل مع قصر المأمون انا وانت، الخبر صحيح. هل تدرك معنى ذلك بالنسبة لي؟ طبعا ادركه، لان القرار يشملني معك. لا يا عم، انت غيري، انت تاجر جملة، وحرمانك من التعامل مع قصور الخليفة لا يدمرك مثل ما يدمرني.
لقد ضعت وانت أمري. أنت السبب. أنا؟ طبعا أنت، لأنك لم تحدد موقفك من البداية وظللت تتأرجح بيني وبينه، ساعة توافقني وساعة تفكر في الانسحاب والمهادنة، بل وتبايعه حتى أنشب مخالبه في ظهرك. قرار خازن في هلاك. إذا كان قصر المأمون قد ذهب فقصر المعتصم باق، وسأوسع تعاملك معه بفضل صديق الفضل. لا تجعله يأخذ مني 7%. أين ذكاؤك يا أبا حصين؟ زد السعر 10%، تصبح رابحا 3% زيادة. هذا صحيح، هذا صحيح يا كبير التجار. لا تذكرني. الآن سنعد قافلة تكون عنوانا جيدا لنا. أما عبد الملك فكما أغلق في وجهي قصر المأمون، سأغلق في وجهه ووجه ابنه قصر المعتصم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. هذه أول مرة تشرف بك داري. وأنا أقدر لك ما تفعله من أجل محمد، فهو يحبك ويقدرك ويحمل لك كل العرفان، وأرجو أن يدوم ذلك في المستقبل. في هذا شك؟ الأيام متقلبة. لا، أنا ومحمد لا. دعك من هذا يا إبراهيم، قولي لي أنت أولا، كيف تركك عمرو لتخرجي وتقابليني خارج داره بهذه البساطة؟ هددته أنني سأهرب من قصره. ليس هذا سببا كافيا لكي يسمح لك بالخروج وهو يعلم أنك ذاهبة للقائي؟ وهل تشك في إخلاصي لك؟ ماذا تقولين يا فريدة؟ أنا أشك في نفسي ولا أشك فيك. ابن بانا أسلم مقواده لفريدة. أسلم مقواده خبثا أم ضعفا؟ بل أسلمه ضعفا. ومن لا يضعف أمام فريدة لا يكن بشرا. إنني أخال أن الوحش الكاسر نفسه إن تقابل مع فريدة في الصحراء سوف يحني رأسه ذلة وضعفا أمام هذا الجمال. الله، إذن فلا خوف من ابن بانا بعد اليوم. عمرو يقف الآن على حافة اليأس بعد أن أفلت زمامي من يده، ولكنه لو وقع في بئر اليأس سيتحول إلى وحش مجنون يقتل الجميع حتى نفسه. وماذا نفعل حتى نلتقي في منتصف الطريق؟ نرفع الراية البيضاء جميعا ونحقن الأحقاد. والرغبة في الانتقام؟ أنا وأبي لا نحقد عليه ولا نبغي الانتقام، وأبي لن يفعل له شيئا إلا إذا استمر في ألعابه الخبيثة. إذن لا مانع أن نتقابل ونبدأ بداية جديدة. لا مانع. ما رأي سيدي الفضل؟ بضاعتك جيدة يا عمرو، وستعجب الأمير المعتصم وجواريه. المهم جواريه. لي رجاء عند سيدي الحاجب. ما هو؟ أن تكرمني فتقبل دعوتي الليلة. لا مانع عندي، بشرط أن أسمع جاريتك التي يتحدثون عن شدوها الجيد. أنا وجاريتي في خدمة مولاي حاجب ولي العهد. (تصفيق)
ما شاء الله، الضيوف يصرخون في طلب فريدة وأنت هنا لا تحركين ساكنا. دعيهم يصرخوا، لقد مللت الغناء لمن لا يحس. إن سيدك قد يغفر لك أي شيء إلا إغضاب هذا الضيف بالذات. ومن هو؟ الفضل حاجب المعتصم. إذن فهذا هو السبب. السبب في ماذا؟ لقد كان موعدي مع محمد أن يحضر الليلة، وفوجئت بعمر يرجوني أن أبعث له برسالة لكي يؤجل حضوره للغد. ربما أراد أن تبقى سهرة الفضل هنا سرا رعاية لمنصبه. غبي من يظن أنه سيظل سرا. تمضي الليل.